معلش احنا بنتكلم، ده الإفيه الأشهر للفنان الكوميدي أحمد آدم، واللي ظهر مع تقديمه شخصية القرموطي. وبعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية جه الوقت المناسب لعودة الإفيه من تاني، وبقى معلش احنا بنتكلم التعبير الأمثل عن الأسرار اللي كشفها عن سبب غيابه طول المدة دي وعلاقته بالفنانين. انتشر في الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحمد آدم في لقاء تلفزيوني هيتعرض بعد أيام، وهو بيتكلم عن تعرضه للظلم وعلاقته بالفنان محمد صبحي، ورده على الفنانة منة شلبي اللي قالت إنها ندمان على التمثيل معاه. في الوقت اللي أغلب نجوم الفن أعلنوا تضامنهم مع الفنانة منة شلبي في أزمتها الأخيرة وأحالتها للمحاكمة بتهم تعاطي المخدرات، ظهر أحمد آدم في برومو البرنامج وهو بيتكلم بانفعال كبير عن تصريحات منة شلبي عن مشاركتها معاه في فيلم هندي. منة شلبي قالت وقت عرض الفيلم إنها كانت بتعيط في كواليس التصوير وضربت نفسها بالجزمة عشان صورت مع أحمد آدم الفيلم ده، ورد أحمد آدم على التصريحات دي بعد 20 سنة من عرض الفيلم إنه لو كان في خلاف أو موقف حصل بينه وبينها كان هيكون أول واحد يعلن ده، وقال كمان إنه لو كان سمع منة وهي بتقول كده وقت التصوير كان هيدخل أوضتها ويقول لها على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي. فيلم هندي اتعرض سنة 2003 وشارك أحمد آدم بطولته الفنان صلاح عبد الله ومنة شلبي ورشا مهدي، وكان من تأليف هاني فوزي وإخراج منير راضي، وقدمت فيه منة شلبي دور حبيبة أحمد آدم اللي بتحاول توقع بينه وبين صاحب عمره. بدايات أحمد آدم الفنية كانت مع الفنان محمد صبحي، وقدموا أكتر من عمل مع بعض، وكان دايما بيقول انه صبحي اول ما شافه بيمثل قال انا عايز الواد ده، وكان ليه دور كبير في تعليمه اصول النجوميه. بس في اللقاء المنتظر لاحمد ادم ظهر وهو بيجاوب على سؤال هل محمد صبحي ديكتاتور في العمل، وكانت المفاجاه انه قال اه، وهرب أحمد آدم من الإجابة على الممثل الكوميدي المفضل ليه من الثلاثي أحمد فهمي وكريم محمود عبد العزيز وأكرم حسني بأنه مش بيحب يتفرج على المسلسلات من الأساس. وعن سماعه لمطرب الراب ويجز قال إنه بيحاول يسمعه بس مش بيفهم هو بيقول إيه. الفنان أحمد آدم قدم في مسيرته الفنية أكتر من 100 عمل، كان آخرهم فيلم 200 جنيه وكان بطولة جماعية.